عجبني. كان حنين معايا برشا. انا كنت كعرفته من الاول هي الغلاسون تاعنا بنت 4 سنين. باهي ما عنديش برشا لقيت قصه الحكايه عندها تويكا شهر ونص. كان باهي معايا، كان حنين معايا، جاني في ظروف صعيبه وقف معايا، لقيته الراجل اللي انا نتمناه حاجتي بيه. عدي لي عام ونص احسن من العسل كما نقولوا نحن، معناها تعداو عام ونص باهيين برشا، كنا نخرجوا ديما مع بعضنا. مش كان انا سيد صحابي برك، هو زاد سيد صحابي ولا ما عاد يقعد كان معايا. يكمل خدمه يجيني طول نعدي وقت، كان عشيه كامله من بريك من 5 نروحوا نص وراح حتى نص الليل معناها. كان ما يقلقش معايا، يقول لي انا ما نقلقش معاك، انا سيبت اصحابي، انا كذا انا كذا. كان يضغط عليا يوريني هو شنو يعمل على خاطري باش انا نسيب اصحابي. انا وصلت معناها ما عادش عندي حتى صاحب وحتى كونتاكت بحتى افكار. بدينا بالفيسبوك. كان ديما يفرض عليا انه هو اللي معناها يتحكم بالفيسبوك نتاعي، هذاك بلوكيه، هذاك نحيه، ما يساعدنيش تحكي مع اولاد. بدات الحكايه كيكا وانا وحدي تلمو لقيت روحي مرتاحه برشا معاه، وليت ما عادش عندي حتى كونتاكت بحتى انسان. انا نخدم في خدمه فيها معناها سفر وقتها، وفيها مازلت ما سافرتش راه. كان رافض برشا، قال لي انت كان باش تقعد في الخدمه هذيا باش تولي تسافر. انا كنت يلزمني نكون بريزونتابل في الخدمه هذيا، كان ماكيج ونلبس وكذا. ما كانش يفرح كي يشوفني لابسه بالكدا ولا لابسه حاجه جديده ولا كي تقلب كي راني باهيه. من الاول ما حسيت بحتى شيء. اول مره حسيت لي فما حاجه مش نورمال. مشيت خرجت انا وياه ومعنا صاحبه ومرته عرايسه جدد هما. نسهروا في الليل وكل شيء، كان لباس ما فما حد شيء، كنا نشطحوا عاملين جو وكل شيء. فجاه جاني كف قدام العباد في بلاصه معديه، بلاصه بوبليك. صدمت انا، قلت له علاش شنو فما. خرجت روحت انا نهارتها وتقفت التليفونات وكل شيء. بعد قعد يجري ويجرتي وامان وارجع لي ونحكي ونقعد. كي رجعت السبب اللي كان اللي هو شنيا اللي انت تغزل لصاحبي وصاحبي يغزر لك. هي اول صدمه صدمتها معناها. قلت له انا نغزل لصاحبك وصاحبك يغزر لي، معناها عرايس جدد من 7 المستحيلات معناها، وانا مانيش من الجونغ هذاك معناها. قال لي لا فما حاجه. وبديت نحس في حاجه مش نورمال. تصرفاته كل يحب يتحكم فيا بطريقه غريبه معناها. كان يجيني تحت الدار مثلا يطلبني يقول لي حل الكاب، خلي التليفون يمشي واهبط. ما تمسوش التليفون. كنت نهبط يشد تليفوني يبربش وكل شيء. كنت نسكت نقول غيره نتاع راجل يحب امراه. كانت امي عندي اخواتي بنات وامي كانوا ديما يفيقوا يقولوا لي راه فما حاجه مش نورمال فيه. من غير هما حبوه برشا راهو يدخل لدارنا، وامي حسبته واحد من اولادها معناها. بعد بديت نحس في الحاجه مش نورمال. جاني فيديو على الفيسبوك معناها مانيش قريت له حساب على المنحرف النرجسي، قعدت نتفرج فيه حسيت اللي فما برشا حاجات نقاط تشابه. كذبت روحي وكان يضربني ويعنفني لفظيا ومعنويا واللي تحب انت، اي عنف تستعمله معايا. وكنت نرجع بعد ما نرجع كان يعدي معايا نهارين جمعه سافا، وبعد يرجع يوجعني بنفس الحاجه اللي تعاركنا عليها. تعدى بروجرام في التلفزه فيه برشا نساء تعرضوا للحاله ذي، وعيطت لي امي قالت لي اجا تفرج. قعدت نتفرج تصدمت. فما برشا حاجات قاعده نعيش فيها انا. اما المشكله كنت انا كاني نعرف كونسيونت اللي انا في حاجه غلطه، اما اللي رافضه البعد. انا كنت قابله البعد ومهما يوجعني كنت نعدي. يوصل مثلا نبداو في الكرهبه انا وياه يسمعني كلام خايب برشا، يجرحني في كرامتي وفي عرضي، ومالغيلي هو ما شاف عليا حتى شيء خايب راهو. كنت يشدني كريز، نبدا نصيح نعيط نقطع شعري، نقول له انا مانيش هكا، انا حرام عليك، انا عمري ما كنت هكايا، علاش تقول هكا. كنت نروح موجود يجيني يبوس يديا يقول لي سامحني. الله غالب، كلام ماهوش كلام شيطان. كنت نرجع، كنت من الاول نكون مانيش قلبي مرتاحه معاهم، بعد نعاود نصفي نيتي ونكمل ويعاود الجرح من اول وجديد، وزيد جرح على جرح على جرح. وليت راجعه على صحتي على اعصابي، ما عاد نحمل حتى كلمه من عند حتى حد.
خدمتي اللي كان هو ما يحبيش خسرتها. شفت فرحه في عينيه ما تصورتهاش نهار اللي خسرت انا خدمتي. كان فرحان برشا في اعياد في مناسبات. كان يتمتع في تعذيبي. نهار العيد يحب يبكيني. نهار عيد ميلادي يعمل اي حاجه في الدنيا باش يبكيني باش ما يشوفنيش فرحانه. اي كان يعمل حاجات ما تجيش على البيت. اخر اللي الحاجه اللي خليتنا نقصوها ودامت 3 شهور وما قعدتش شويه تحملتها من الاول ما توا ما عادش نجم نتحملها. والشك وصل انه يشك فيا مع صاحبه اللي انا ما نعرفوش وعمري ما قابلت وعمره ما قعد معايا. كان ياخذ لي تليفوني يدخلني للاوبيراتور نتاع البوس نتاعي يقول لي تاخذ بطاقه تعريف وتخرج لي تخرج لي الغولوفي يخرج اكستري نتاع 3 شهور يشوفوا صدقني بالنمر وبالنمر يطلبهم النوامر الكل من تليفوني ويطلبني اي نمر ويقول لي هز وحط استغلاق وتكلم تحت الرقابه المشدده. معناتها تحت الرقابه المشدده كنت تحت الرقابه المشدده يعني. ونقول لك حاجه وانا وين شد تليفون ونلقى كارثه في التليفون. يا بنيه يا بنيه يا زوج يا اكثر راه اوكي يعني قلنا نحن هو خاين بامتياز. اي خاين معناها شفت وين نحط يدي على تليفونه ونلقى كارثه انا في التليفون. نقول له انت اللي تقول انا خاينه اللي انت عمرك ما شديت عليا حاجه لانه اللي فيه هو اللي فيه يحطوا فيك انت هذا هو اللي في اطار تحليل شخصيه المنحرف النرجسي. وصل يقول لي يا اخي انت تستعمل في حاجه انت مهبوله انت مهبوله اخي تقطع في شعرك يا اخي انا شو عندي قلت لك. يخليك تعيش الحاله الهستيريه وبعد فوالا بعد معناها وصلت الحكايه ما عادش بيني وبينه يشكك فيا. قدام دارنا قدام دارهم يكون انسان راهو كان تحكي تقول راهو عمل فيا هكا ما يسبقك حتى حد. انا انا عندي صاحبتي لانتين نبعد عليها ونرجع كنت عارك انا وياه نرجع نكونتاكت انا وياه تصور معناها انا نحبها برشا وهي فاهمه الظرف اللي انا فيه. بتقول لي مريم انت شالقه اللي هو بيرفير ناكسيسيف. نقول لها راني شالقه. المشكله اللي انا ما نجمش نبعد. انا كل ما يعمل لي الدوز نتاع وجيعه نتغشش وبعد نحل نرجع. كلمه سامحني من عنده كلمه حبيته برشا كلمه سامحني من عنده ما نحبوش يقولها. نحبه اكثر من اللي هو يقول لي سامحني ولا تو عندكم تقريبا شهر ونص من فصلين. انا شهر ونص ولليوم معناها فما تليفونات نتاع يحب نتقابلوا مره اخرى ونحكيوا في الموضوع معناها. فهمت؟ وتتوقع ان اذا باش تقابلوا باش تعاود ترجع معاه في علاقه وهو اللي اكثر ماهوش مستبعد حسب المشاعر اللي تكنها للشخص هذا. نقول لك حاجه انا طلبت اليوم على خاطرني انا خايفه من الشيء هذا. ما نحبش نرجع. دكتوره كيفاش نجم تحمي روحها مريم؟ أول حاجة خلنا نعلق على الكلمتين اللي قالتهم مريم. قالت اللي هو إنسان ياسر جالو يعني يغار عليها. أما ماهيش هيك الغيرة متاع الحب يلزمنا نفرقوا. هذه الغيرة متاع البوسيسيون إنه هو يحب يمتلك الشخص. أنا مش يرى اللي كنت نشوف فيها غيرة متاع حب. أساسا هذيك اللي ضحية ما تفرقش. أما هو يتعامل مع الضحية متاعه على أساس مش بشر ولا إنسان ولا كين كيفها اما اوبجي حاجه ملكه حاجه ملكه ولا حاجه ملكه يقول هيلي هو يحسسها على خاطر مصلحتها يعمل فيها هذه ماكش باش تعرف حتى راجل اخر وماكش باش تلقى شكون يحبك كيما انا نحبك وماكش باش تلقى شكون يحبك وافورس ما تسمع الكلام هذايا يتغرس في الانكونسيون تاعك انت بيدك تصدقه هي بالمعاوده. ما لاحظتش اللي كي تجي من الاول تخرج مع صاحبتك يقول لك بي اوكي سي بون تنجم تخرج ما نجمش يقول لك ديريكتومون. اي من بعد ترجع تلقاه تقلب ينغص لك الخارج بعد ترجع تلقاه تقلب من تغشش يحسك بك العذاب ليموسيونيل تولي تحسب تعمل ليان انكونسيامون بين الخرجه نتاعك واللي انت تقابل اصحابك وبين اللي باش يعمله لك هو من بعد وكيف باش تغش عليك وشنو باش يصير. انا حتى كي نتكلم في التليفون ما نجمش نتكلم على راحتي. هو يلعب على الانكونسيون تاع العبد. نتكلم عن خاف لا يطلبني يلقاني اون كونت يقول لي ابعث لي كابتشور مع شكون تحت. والغلطه نتاعك كيما غلط برشا عبيد اللي ما يعملوش حدود. فما حاجات ما يلزمناش نتهاونوا فيها. اليوم سبك سكت له غدوه يضربك تسكت له بعد غدوه شنو؟
يدخل يعني توصل حتى للحاجة خايبة. أي المبدأ إنه إذا راجل هز يده على مرأة مستحيل من بشر آخر يسامح. ما عندكش علاش تقبل إهانة من أي بشر آخر. مع أي إنسان لازم تتعامل بحدود وتحط حدود في الدنيا هذه. لكن الحل إنه هي لازم تمشي تعاود تقابله باش تحط النقاط على الحروف أو إنها تتهرب من المقابلة هذه، لأنه هي في 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 قناعة نفسها عارفة إذا باش تقابله باش تنسيق معاه في العلاقة مرة أخرى. إنه هي تصدق كلمتين، علاش أنت تو ماكش مربوطة بيه؟ أنا شنية قلت المنحرف النرجسي ما عنده حتى علاش. شنو تعمل أول حاجة؟ إنك تبعد، تبعد وما تلفتش وراك. أم قنصيب علاش تحب تحطم نفسك؟ أنت ديجا ماكش متزوجة بيه. لا لا دونك مادام على البر، أنت قلت لي خدمة وخسرتها على خاطر هو ما عجبتوش ولا حاجة، علاش تحب تخسر حياتك وخدمتك؟ وأمان راه برشا نساء متزوجين منحرف نرجسي يبطلوا الخدمة متاعهم، ما تذكروش أمان كرامة المرأة في خدمتها. ما دمنا في دولة كمنا هكا، في دولة قانون، في دولة تعطي المرأة حقها، ما تسلموش في حقوقهم. نهار آخر ما تنجمش كيفاش تلقى كيفاش تعيش ولا تلقى إشاباتوار. قبيلة مدام نورة كي طلبت قالت انا الحمد لله بخدمتي نجمت نقزها. راه هو شنو باش يكسر؟ هو شنو باش يكسر فيك؟ هو شنو باش يكسر فيك؟ باش يكسر فيك الاستيم دو سوا نتاعك. وهو ديما يقول لي يا صافا الخدمه، الخدمه فيها برشا نوبغ نتاع عبيد، برشا قال لي فيها برشا عبيد. اما الرجال اكثر ولا النساء اكثر؟ قلت له الرجال اكثر. انا بالعام قلت هي هكا على مغاربني هو غزلني، قلت له الرجال اكثر. قال لي ما لقيت حتى خدمه انت تخدمها توا، معناها قاتل الشر. هو نقول لك حاجه، انا اكثر حاجه مقلقتني اللي هو وصل بالشك نتاعه، يوصل يصنع حاجه من الخيال راه مصدقها. عندهم ايماجيناسيون واسعه. خوله انا ننصحك ما تمشيش تقابله ومعناتها وتسكر وتعمل له بلوك على كل شيء، على الفيسبوك، على الواتساب، على معناتها ما تخلي له حتى امل. وتقرر معناتها بينك وبين روحك اللي تبعد عليه، على خاطر شخص كيما هكا ما هو باش يزيد كان يتعبك ويمرضك، ومازال راهو يوصلوا حتى الامراض الجسديه معناتها كيما سمعنا مدام نورة اي معناتها بطول المده تولي 20 سنة تولي ثم وصلوا حتى 30 سنه راهو ناس معرسين وكل وتلوش تخدم على روحها في روحها على الحاجات اللي ناقصين، على خاطر الشخص اللي يولي مدمن، الشخص نرجسي هو أوفون معناتها هو في الاخر هو عطاه حب، عطاه حنان، عطاه اهتمام. انت لوج عليك الحب هذاك وخذوا معناتها من عند روحك. اهتم بروحك، حب روحك، لو شنو الحاجات نجم تشوف حتى شكون يساعدك معناتها. ثم سي سيغ مثلا عندك مخاوف، الخوف من الوحده، تلقاك خايفه لانت تقعد وحدك، خاطر هو حط لك في مخك اللي انت فوالا كان مش باش ياخذك، هو ماكش باش تاخذ حد يمكن. خاطر عندهم زاد يقول لك انا رضيت بيك، ما هو باش يرضى بيك حد، معناتها عندهم كلام يتقال تقزيم في التلفزيون. واحد ما ينجمش معناتها يتصور، معناتها لوج على الحلول ما بينك وبين روحك. كان ما نجمتش معناتها استعين بشخص اللي ينجم يعاونك وتربح روحك. وديما مادام على البر كيما قلنا خير من اللي تزيد تغوص اكثر العلاقه وتولي فيها زواج وصغار. نعرف ماهوش ساهل، وخاصه مع انك حبيته كل، اما هو راه عمره ما كان حب اللي هو عمله لك، هو كان ولا تملك وحب يسيطر عليك مانيبولاسيون. اي واربح روحك خير. يعطيك الصحه خوله. اكيد مازال مش تواصلوا معاكم على 31 380 الف. معنا بلال على تليفون باش نقول له انتظرنا نرجع لك بعد الفاصل.